غير مستغلة. أبناء الليد هذا هو أسي أوسي ماولي، جميل من وراء المدافعين، يفوت تنطلق لعب عرضية ومتابعة إلى الشباك. محمود عباس هذه المرة ينجح في متابعة هذه الكرة من خلف المدافعين، نشاهد بالعادة الكرة من ماولي لا يحيى عيسى، ملعوبة داخل منطقة الجزاء، ومحمود عباس يتابع إلى الشباك. 1-0 لأبناء الليد في الدقيقة. كرة في منتصف ملعب أبناء الليد، سليم طعمي من وراء المدافعين، ماولي ومعه الظهير الأيمن مورسيسو، ويفوت يفوت مولي ويدحرج الكرة إلى الشباك. و2-0 لصالح أبوعيل أبناء الليد. كرة جميلة في الدقيقة 70، أوسي ماولي لاعب جاء في فترة الانتقالات الثانية في شهر كانون ثاني، وهذا هو يفوت من المدافع سيسو وأمام الحارس يدحرج الكرة إلى الشباك. 2-0 لأبناء الليد، نتيجة جيدة.